I dream of rain, alley, alley. I dream of gardens in the desert. Alone graves, alley, alley. هنلعب كندريد. And we will have fun. عندك نصيحة يا عمر لكتاب فترة الاختبارات؟ لا والله. I don't know, life is good on the other side يعني. تحيلك الله يسر لك. انه كلمه اكتئاب بالنسبه لي كلمه مره كبيره انتوا تستسهلوها، فماني عارف هو فعلا اكتئاب ولا فرستريشن، افشان، قرفان، مكتئب، مريض يعني ديبريشن، هذا يبغى له طبيب نفسي. بس فرستريتد، طفشان، هذا اتس فاين، يو كان دو ات. غزو يا عيال، غزو غزو، مش بالغزه اللي هو اللي بنتكلم عنه، بس يعني اللي هو على طوله انرجي. فعلا اكتئاب والله تحس نفسك ما تبغى شيء وقتها، لا مو اكتئاب، هذا فرستريشن، ما تبغى ولا شيء، خايف الحياه، هذه شغل التينيجرز ازوره. الاكتئاب it could reach a point where you want you have يعني suicidal thoughts, you feel lonely, الحياه مقفله، مخنوق، you can't breathe. هذا الاكتئاب يعني، الاكتئاب في له حياه. انت لا، انت عشان اختبارات، عشان حاسه الدنيا صعبه ومضغوط شويه، والدنيا مره سهله، الاختبارات ترى اسهل شيء في الحياه، مو اسهل شيء في الحياه يعني، بس هتكبر وحتطالع تقول يا عمي الله يلعن والله يذكر، يا ريت ترجع الاختبارات هذه بدل الهم اللي احنا فيه. مو الهم يعني، الحمد لله الدنيا حلوه يعني، بس بدل الفرق ما بين المفاجعات في الحياه وايام الجامعه. ايام الجامعه همك اختبار صعب، اوه لازم اذاكر، بس اصبر 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 يا دي، اقول لك كان عندك حرمه وبزرتين ومن الشغل للشغل، وتشتغل شغل سنتين ثلاثة وانت كاره ام الشغل، وكل يوم تروح وانت ما تبغى تروح، بس عشان عندك كم فم لازم تأكله، لازم تروح الشغل غصبا عنك، وتحس الدنيا تضيق من جد. شوف الهم والغم الصح، مثلا ماني قادر اختبر، زعلان. All what I'm gonna tell you يعني المفروض انا اشجعك للحياة واقول لك الحياة احسن، انا جالس اسود لك اياها عشان اعطيك ريفيرس سايكولوجي. It's gonna get better حبيبي، it will pass. I know it will pass. يكون في ups and downs، ولا ups حلوة ولا downs حلوة، وكلها part of the experience of life. هذا اللي ما حسبنا حسابه، قلت لكم عيال عايشين انتوا دحين سنين حياتكم الذهبية، بالذات في الجامعة يعني، المدرسة بلاش، المدرسة عيال كلب، انتوا ابو كلب، وبابا يخرجني وبابا يدخلني وبابا ما يخليني أسوي. في الجامعة تبدأ الفريدم والقوة الشبابية، وما عندك أي نوع من أنواع الريسبونسبيليتي غير أنك تذاكر. إلا الله كان يكتبني. مدت على خير. ما هو هذا أول؟ أقتل أقتل. إيه. ما يستناني اجي قلت ويروح يموت. يلا يلا راح يموت الزبال. What the fuck is he doing؟ راح عليك يا بدر، وارجع انت زوين بس بالزفت حق. انهيبتر يا فاكن، انا اللي اضرب في الانهيبتر لحالي. ايش الغباء ده، ايش الغباء ده، ايش الغباء اي شباب، جالس اضرب الهيبتر لحالي ولا حتضربه، ليترلي باقي له لمسه وكلكم رينج، اربع احنا رينج، بس نو 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 ما نبغى.
قفلنا الأول. مات ايوه ارجع ايوه انت بطل. اوه ماي جاد ما شفت اللون حق الالتي حقها ولا عندي الالتي حقي. جات سوت الالتي فكت زونيا قلت ما متنا والالتي حقتها شغاله تنزل. انا بس لو فكيت الالتي ما حد فينا يموت عشان زبال. ليتس جو اللي بعده. كيف اعطوك سكنات اللعبه مع انه مشاهداتك تعتبر شوي؟ كيف مشاهداتك تعتبر شوي؟ حرام عليك يا شيخ. يعني الين قبل اي سي انا كنت اعلى مشاهدات في ليج اوف ليجندز طول الوقت. بعدين لما دخلوا اللاعبين المحترفين بدأوا وسوي ستريم لي 6 سنين ما كان في احد في السين الا انا. بغض النظر هم اصلا متطلباتهم اقل من اللي عندي اصلا. يعني انا عندي يوتيوب برضو والمتطلبات حقتهم في يوتيوب اقل. عندك 1000 متابع في يوتيوب بس ممكن يختاروك. What the fuck? عند الأخير. ماتوا كلهم. What the fuck are you guys doing? هذول برونز. Call me. أنا فاهم إيش القرف. يجي زعلان
إلا الله أبلش هذا هنا.